أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في الفيوم. تم منح حوالي 5071 قرض حسن لتنفيذ مشروعات تنموية للأسر الأكثر احتياجا. أما في محافظة الأليوبية فقد تم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لخدمة حوالي 55,000 مواطن بكفر شكر. أما في المنيا فالطب البيطري بيقدم 1242 خدمة علاجية مجانية في 3 قرى ضمن مبادرة بداية. كمان شمال سيناء بتعلن تخفيض جديد لسن القبول بالمرحلة الابتدائية. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات تانية في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في الفيوم. أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تسليمها عدد 5071 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجاً من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروع ويريد تطويره، حيث إن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالفيوم وتحويلها من أسر أولى بالرعاية لأسر منتجة. في الأليوبية قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بتركيب جهاز منظم الغاز الطبيعي بالمدينة للبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية وضخ الغاز ل 55,000 مواطن لخدمة وراحة المواطنين، وبيتم تنسيق أعمال وحل كافة المشكلات والمعوقات التي كانت تعوق خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتحقيق الرضا بين المواطنين. في المنيا وفي إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، واصلت مديرية الطب البيطري تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية لتقديم الخدمات المجانية. ونفذت المديرية 3 قوافل في قرى بردنوها ومنشأة منبال بمركز مطاي وكفر لبس بمركز أبو قرقاس بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنيا، وقدمت 1242 خدمة بيطرية وعلاجية مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية. أعلنت محافظة شمال سيناء قرار تخفيض سن القبول في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي، ووفقاً للقرار سيصبح سن القبول 5 سنوات و6 شهور بإدارتي الحسنة ونخي، بينما حدد سن القبول في إدارات الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ليكون 5 سنوات و11 شهر، وده في إطار تسهيل العملية التعليمية وتوسيع قاعدة القبول في المدارس مما يسهم في تحسين مستوى التعليم في المحافظة. أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فتح باب التقديم للسكن بالمبنى المميز بالمدينة الجامعية للطالبات لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عبر الرابط الإلكتروني، وحيث إن هذا القرار تم اتخاذه تلبية لرغبة الطالبات وأولياء الأمور. أعلنت محافظة الغربية الانتهاء من أعمال تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي، وشهدت المنطقة رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات 36 عمارة بيقطنها حوالي 800 أسرة، ليكتمل بتطوير ورصف منطقة عمارات الأوقاف تطوير المنطقة بأكملها وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إنه نظراً للقيام بأعمال صيانة بمحطة مياه أشمونت الجديدة مما يستلزم تخفيف الضغوط وبالتالي ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر وقرية الميمون بالوسطى اعتباراً من الساعة 4 العصر اليوم الجمعة وحتى 11 مساءً. في دمياط أعلنت مديرية الزراعة إنه بيتم حالياً حصاد محصول الرز بكافة أنحاء المحافظة، وتم حصاد 10,000 فدان حتى الآن من محصول الرز اللي تم زراعته هذا العام، وبلغ ما تم زراعته هذا العام 46,000 فدان. أعلن نادي كفر الشيخ الرياضي موافقة وزارة الشباب والرياضة على إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي بالنادي بتكلفة إجمالية قدرها 1,827,000 جنيه بهدف تحقيق البنية التحتية والأنشطة الرياضية بالنادي.